Solve problem 7.6 and 7.10 using Mohr circle for the given state of stress. Determine principal stresses. The 7.6, 7.10 بيقول عايز ال orientation of the planes of maximum plane shearing stress, وعايز ال maximum plane shearing stress, عايز ال corresponding normal stress. يعني عايز كل حاجة كده يعني بالعربي. نرسم مور سيركل ونطلع منها كل حاجة. عندنا السيجما اكس, نبص للجانب الأيمن واللي فوق. عندنا سيجما اكس بوزيتيف 28 مع شير نيجاتيف لأن مع الساعة 42. السيجما البوزيتيف يمين والشير البوزيتيف لتحت, يبقى الشير النيجاتيف اللي هو عندنا ده لفوق. يبقى 28 ده السيجما يمين, ده محور السيجما, والشير السالب لفوق 42. حددت النقطة, يبقى ده يمثل مستوى الإكس يعني. طب الفوق 140, الواي 140 مع شير بوزيتيف, يبقى لتحت 42. يبقى همشي 140 بوزيتيف سيجما واي, وانزل لتحت لان الشير بوزيتيف 42, فجتني نقطه. وبعدين اوصل بين النقطتين, ده محور اكس ده محور واي, اوصل يتقطع في نقطه, اقيس المسافه دي او احسبها, او سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 هو السيجما افريج. طيب وبعدين من السيجما افريج للسيجما اكس 56, من السيجما افريج للسيجما واي 56, طبعا لازم يتساوي مع ال 42, حطهم في فيثاغورس يطلع الار 70 اللي هو نص قطر مور سيركل. اقول الار اللي هو التاو ماكسيمم ب 70. احنا عمالين نجاوب حته من هنا وحته من هنا. اول حاجه جبنا الافريج اللي هو الكورسبوندنج نورمال ستريس, وجبنا كمان الماكسيمم شير اللي هو ده, ودلوقتي هنجيب البرنسبل ستريسز. طيب السيجما ماكس بيساوي ايه؟ السيجما افريج زائد الار اللي هو الجزء ده, وده ار ده ار, يطلع 84 زائد 70 154 ميجا باسكال. طب والسيجما مينيمم؟ سيجما افريج ماينس ار, شيل منها الار, يبقى دي شيل منها الار اللي هي دي, يعني 84 ناقص 70 يطلع 14. طب والبرنسبل بلينز؟ عندنا 2 ثيتا بي 1 و 2 ثيتا بي 2. الزاوية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نقول شيفت تانها بيساوي 42 على 56 تطلع 36. يبقى الباقي كام؟ الباقي من 180 على 2 يطلع 100 حاجة و40 على 2 يطلع 71.6 مع عقارب الساعة يعني سالب. طب والثيتا بي 2؟ طبعا ده للماكسيمم ستريس. للمينيمم ستريس 36 على 2 يطلع 18 وشوية. طب بالنسبة للبلينز للماكسيمم شير, زود على دي 45 ماينس 71 زائد 45 تطلع كام يا ترى؟ 55 31 تقريبا, مش كده؟ 31 ولا 21؟ 45 ده 5 يبقى 31. 31.6 اللي هو الجزء ده, نقول 71 ده لغاية هنا. لو زودت 45 يرجع يدين المستوى ده اللي هو ده, ان احنا نشيل 45 دي كلها من هنا لغاية هنا 2 ثيتا اس 2 مثلا, ودي 2 ثيتا اس 1, ازود على دي 90 واقسم على 2 يعني 36 على 2 زائد 90 على 2 يعني زود على 18 45, فيطلع حاجة و60 63, يبقى هتيجي اللي هو لغاية المستوى ده. طبعا كل دي تمثل ايه؟ 2 ثيتا اس 1 اللي هو 36 زائد 90 على 2. طب ومن هنا لهنا 2 ثيتا اس 2 اللي هو 90 ناقص 36 دي 36 على 2, 90 ناقص 36 يعني تطلع حاجة و50 مش كده؟ على 2 تقريبا تطلع 27. طب ودي ماينس 1 قلنا و70, لو جمعت عليها 45 أو المفروض تطلع 27, ماينس 27 اللي هي دي. يبقى معنى كده من هنا لغاية هنا الثيتا اس 2 اللي هو المينيمم شيرنج ستريس, ومن هنا لغاية هنا
الثيتا اس 1 طبعا مقسوم على 2، الزاويه دي مقسومه على 2 والزاويه دي مقسومه على 2، وبالتالي مور سيركت اداك كل حاجه، اداك الافريج، زود عليه الار اديك الماكسيمم، نقص منه الار اديك المينيمم، الزاويه دي تمثل 2 ثيتا بي 1 2 ثيتا بي 2، من هنا لغايه هنا 2 ثيتا اس 1، من هنا لغايه هنا 2 ثيتا اس 2. الاصل طبعا ان احنا نقيس ما نحسبش، ولكن طبعا في الامتحان ما بيكونش عندك يعني ترسم اصلا دي بدون برجه للدايره، فبلاش دقيقه، فبتحسب انت بقى الزوايا، يعني بتحسب الافرج، تجمع وتقسم على 2، ما تقيس الار جذر التربيع ده تربيع، الزاويه تقول شيفت تان ده على ده وتقسم على 2 وهكذا. مش هتقيس، ولكن لو قدر ان انت رسمته سكيل تقدر تقيس من الرسم مباشره.